رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة يولد قطعة بيضة. شايف أنت الكمبيوتر أول ما تشتريه ما بي أي بروجرام، ما بي أي برنامج، يوم تجيب له برنامج ثاني ثالث الرابع شوية شو يصير فيه؟ يثقل، يصير شوية سلو يمشي، بعدين يصير يفرز، بعدين آخر شيء تشيله ضربه بالحائط. شايفين هذه الصور؟ بعض الناس يعصب يضرب الكمبيوتر يضربه بالحائط. ليش؟ وانت اعطيت $600 $900 اشتريت الكمبيوتر، بس يقول لك خلاص فرز بعد ما ينفع. الانسان الله تعالى يخلق الانسان ما في اجمل منه واطيب منه واطهر منه واكثر امانه منه، ولكن لما نعيش مع المجتمع ياخذ فيروس من الجيران، ياخذ فيروس من ابيه من امه. تلاحظ شلون شويه شويه القلب يصير اسود بالذنوب والمعاصي. فحينئذ الشيطان اذا شاف قلب الانسان مملوء ياتي عليك الشيطان، يقول لك صلاه الصبح الا بعد نص ساعه، شوف الساعه، دق الجرس مقته انت طفيها، تقول له بعد ما طلع الشمس نص ساعه، بعدين تقول بعد 10 دقائق، لا الحق اتوضا بثلاث دقائق، الحق اصلي، طلعت الشمس عليك. حينئذ غلبك الشيطان. يقولون فاذا الانسان قلبه لما يكون بالذنوب الانسان يصير غير طبيعي، يتثاقل عن المعروف. وهنا نسال الاسلام ان الذنب هل هو عارض او ذاتي؟ شنو العارض وشنو الذاتي؟ الذاتي مثل الانسان الان النفس، لما الانسان مجبور يتنفس لو مو مجبور؟ مجبور يتنفس ولا يموت، فمن يقدر يتخلى عن التنفس؟ بس مثلا انت الان على سبيل المثال طلعت للثلج صار على راسك ثلج سنو، تقدر تزيل السنو، هذا عارض مجرد ما تدخل يروح. فالانسان يقول الله تعالى الانسان طاهر، اذا اذنب لابد ان يطهر نفسه. شايف الانسان لما يصير وسخ يفوت على الحمام يسبح يطلع نظيف، ملابس وسخه وين تدخلها؟ تدخلها بالغساله والدراير تطلع ماذا؟ نظيف الملابس. الانسان لما يذنب كيف يكون طاهر؟ يستغفر رب العالمين، يقول استغفر الله ربي واتوب اليه، انا بعد ما اظلم الاخر، انا بعد ما اكذب، انا بعد ما اغش. فالخطيئه في الاسلام هي امر عارض مثل الوسخ على الملابس. اول ما تروح للستور سبور ستور او غيره تشتري ملابس وتعطي تدفع البنطلون ب $160 او غيره، بس تشوفه نظيف جميل زين، تلبسه يوم يومين ثلاثه شو يصير به؟ يصير به ملح مثل هالايام سنو ملح. فوين تنظفه؟ تاخذه للبيت تغسله يصبح البنطلون او الملابس نظيفه. لهذا يقولون لك انت لابس ملابس بيضاء تنتبه لا تتوسخ. الطفل الصغير ما يلبس ملابس بيضاء، ليش؟ لانه يتعرض الى الوسخ اكثر. الانسان المؤمن دائما قلبه ابيض، ليش؟ لانه ما يتعرض الى الوسخ، ما يتعرض لاكل الحرام والعياذ بالله. من هنا الاسلام حرر عقولنا وقال تفكروا في كل شيء يقودكم الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان، يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما عدنا احنا مثل الفرعون، او ما عدنا الرجل الاول خلص كون نعبد الانسان من دون الله سبحانه وتعالى. كنا احنا اولاد ادم وحواء. والانسان اللي يدرس من جده وجد. ماكو فرق بين الانسان اللي الان الزبال وبين الانسان الطيار. الفرق شيء واحد، ان هذا درس وتعب على نفسه وصار طيار ومهندس ودكتور وبروفيسور فرضا، وهذا لا كان يقعدون الصبح للمدرسه يقول لهم ما نقدر نروح المدرسه انا تعبان ويظل نايم. زين الى ان خلص فتره الشباب شاف نفسه ما حد يشغله الا يروح يشتغل هذا شغلات بسيطه جدا. بس لو كان تعبان بدايه حياته يرتاح باخر حياته. فالله سبحانه وتعالى كرم الانسان وقال له ما عندك صنمية، ما عندنا أحد نزل من السماء هو رئيس جمهورية، ولا عندنا واحد نزل من السماء رئيس وزراء، ولا عندنا واحد نزل من السماء هو شيخ أو سيد معظم، لا
كلهم نزلوا لا يقرؤون ولا يكتبون، مو صحيح؟ عندهم عقول، كل واحد تعب على عقله، وهذا اللي صار دكتور، وهذا اللي صار مهندس، وهذا اللي صار معلم، وهذا اللي صار قصاب، وهذا اللي صار بناء، لأن هؤلاء كل بحسب ما تعب نفسه في بداية حياته. فالإسلام حينما يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بمعنى أنتم أحرار، لا تخلون واحد يستعبدكم. نقول له إحنا لا، الحمد لله نعيش في عصر، انظر إلى فرنسا، هي بلد الحريات وبلد الديمقراطية، وفرنسا يسمونها أول دولة أعطتنا قانون يسمى حقوق الإنسان. يا سنة هذا؟ في سنة 1789، يعني قبل كم سنة؟ 50 سنة؟ إيش كثر؟ يعني عندك 300، أكثر من 300، تروح 300 سنة، أنتم حسابات قوية، يا بالمات قوي، شوفوا. فعندك 1790 تقريبا، والآن أنت 2009، ولكن حينما نأتي للإسلام الكل يتغنى ويقول فرنسا وفرنسا وفرنسا هي صاحبة حقوق الإنسان، ولكن الإسلام قبل 1400 سنة قال لنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما حد هذا ثورة العبيد والسود بأمريكا، وأول رئيس أسود طلع بأمريكا وهو رقم 44 وعندهم عجبة، وكيف الأسمر يصير رئيس جمهورية هذا البلد الديمقراطي المتحرر، عندهم صعوبة. وفي يوم تنصيب أوباما كانوا يتوقعون عمليات اغتيال وغيره، استنفرت أمريكا استنفار عظيم. ليش؟ لأنه كيف أسود يتقلد رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، بينما رسول الله جعل بلال الحبشي أول مؤذن في الإسلام، ما قال له أنت أسود لونك ما يعجبني، بل قال له لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا حرام علينا لما نقول هذا أسود وهذا أبيض. هذه اللغة، اللغة اللي تشوفون أمريكا قبل مئات السنين كانوا يقتلون السود، وأوباما في الاحتفال دعا أكثر من 40 من كبار أصحاب ثورة التحرر السود، اللي كان قلهم الفضل لهؤلاء خلونا أوصل رئاسة الجمهورية. لاحظ شلون؟ إذن حقوق الإنسان أول من أسسه بالعصر الحديث هي فرنسا، بينما الإسلام أسس حقوق الإنسان قبل أكثر من 1400 عام. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لا تكن عبدا وقد خلقك الله حرا. لا تصير عبد، أنت لا تصير عبد إلا لله، لا تصير عبد لغير الله. فهذا الجانب إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حر، ويا أيها الناس إن آدم لم يلد أو يولد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرارا، كلهم أحرار متساوين، ماكو رتبة رقم واحد وجنسية رقم واحد وجنسية رقم بي وكذا، لا، كلهم من آدم، وآدم ماذا؟ من تراب. فإذا أيهما أفضل؟ الحضارة الغربية إذا إحنا مبهوتين بها اللي بعام 1700 جاءت بحقوق الإنسان، بينما الإسلام قبل 1400 سنة جاء بمبدأ حقوق الإنسان، والإمام زين العابدين عليه السلام عنده كتاب يسمى كتاب حقوق الحقوق، كل شيء في حقوق الناس، حقوق الجار، حقوق الأب، حقوق الأم، حقوق الإبن، حقوق المعلم، كلها موجودة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هنا يأتي سؤال، إذا أنه تقولون الله خالقنا حر أحرارا، فليش نعبد الله والله يقول لنا ممنوع هنا، وممنوع تأكل خنزير، وممنوع تشرب خمر، وممنوع تسرق، وممنوع ممنوع، إذن وين الحرية؟ حدد حريتنا، الله حدد حريتنا، بينما الآن أمريكا فري، كل شيء تقدر تسوي. فإذا هنا هذه الحرية وهذه الحرية، حينما الله سبحانه وتعالى يقول لي لا تسرق، إذا حدد حريتي،
هل هذا صحيح؟